صلي على محمد. نيونيز داخل منطقة الجزاء، مر تقدم، دخل، سدد، يضرب الأوروغواي يعني، ومنذ البداية يضع ملعب النور بأفراح جماهيره في المقدمة، ويسجل أول أهداف اللقاء مبكرا جدا. وفي الدقيقة الثالثة مر نيونيز، تقدم نيونيز، هذه الكرة التي يضرب فيها دفاع برشلونة، الأمر المعتاد. انطلاقة أمامية والكرة ملعوبة، ليفا يدون الهدف الثاني والبهجة الثانية والفرحة الثانية للاعب كما ذكرنا يرهق التاريخ، يرهق التاريخ كتابة مباراة تلو الأخرى، يكتب تاريخا جديد ومجدا جديد على معانقة الشباك ليفا. الشباك ومتعود جماهير البايرن في حضرة ليفاندوفسكي أن تلوح بأفراحها، لا أعلامها، لا وشاحاتها، بل بأفراحها وابتساماتها في حضرة ليفاندوفسكي. هذه رايق 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 الجميع. دوفان زبط عرضية والهدف يأتي عن طريق بيسينا ماتيو، يسجل لفريق أتلانتا النيراتسوري، يصل الشيب اللي سجل من خلالها صاحب الأرض والجمهور، جاءت اللحظة اللي يكسب من خلالها حاجز الصمت. بيسينا بطل أوروبا مع إيطاليا في اليورو الأخير يعلن عن تقدم فريقه، عمل كبير كان بين زاباتا. صلي على محمد. شكرا على المشاهدة، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. بسم الله، يلا بينا نبتدي الوصفة بتاعتنا النهاردة. هنعمل رز أبيض في البريم، طعمه حلو جدا، مختلف عن الحلة، هيعجبكم إن شاء الله، هيطلع مفلفل ومستوي. لو أول مرة بتشوفونا لايك وشير، سبسكرايب للقناة، فعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد والكومنت الحلو بتاعكم. انا معايا هنا الطاجن، عندي هحط فيه زبده وزيت، معايا هنا معلقه زبده كبيره، معايا زيت عشان ما يلزقش، معايا هنا زبده وزيت، بحط حته زبده كمان، معايا الملح، ورق لورا، معايا المية، معايا رز مكسور، انا حطيت هنا معلقه زبده كبيره، حطيت زيت، معايا ميه، ملح، ورق لورا، بس كده. ادخلهم الفرن لمده ساعه درجه حراره 200، وبعدين بنقدمه مع بعض ان شاء الله. خلص معانا الرز اللي في الطاجن، ان شاء الله تجربوه يعجبكم. بصوا قد ايه مفلفل،
ريحته حلوة جدا، بيفرق في الطاجن خالص. ان شاء الله تجربوه ويعجبكم. ما تنسوش لايك وشير سبسكرايب للقناة، فعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد والكومنت الحلو بتاعكم.